السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما وعدتكم قلت لكم ان شاء الله غادي نشارككم الطبق ديال اللحم بالبرقوق، وان شاء الله اليوم غادي نديروه ونبداو المقادير اللي فيه والمراحل اللي فيه. عندنا هنايا طبيعه الحال يعني غادي يكون البهارات اللي فيه هو شويه ديال سكنجبير، معلقه صغيره سكنجبير، معلقه صغيره ديال هذا سكنجبير يعني هو الزنجبيل، والابزار اللي هو الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره ديال الكركم، ومعلقه صغيره ورص معلقه ديال القزبر الناشف او الكزبره ناشفه، وحده من هذا القرفعود، واحد هذا غير واحد كسر ليا هنايا، والزعفران نسيسوره الزعفران الشعره. انا غادي نحلو دابا باش تشوفوا كيفاش داير. حلها كنشوفوا كيسولوني الزعفران الحر او الزعفران الشعره هو هذا. بالنسبه للمغرب راه عارفينو، بالنسبه للدول العربيه هذا هو الزعفران الحر او الزعفران الشعره، راه تيكون زعفران ايراني ولا زعفران ديال المغرب هو هذا. توا غنديرو منه غير شويه، ما غنكثروش منه، وشويه خليط ما بين يعني معلقه كبيره ما بين الكزبره والبقدونس الربع يعني او الخضره. وهنايا عندي معلقه ديال صغيره ديال السمن الحر، وربعه فصوص ديال الثومه صغيورين، وشويه من اللبابه ديال الليمون معصفر او الحامض مسير. وعندنا جوج بصلات درناهم يعني بشرناهم، اللي هما هادو حطيناهم هنا ديريكت في الحله، واللي هو طبيعه الحال غادي نديرو فيه حتى اللحم اللي هو هنايا غسلناه وخليناه كيتسقطر. صافي غنبداو على بركه الله اش غادي نديرو. كيف ما قلنا المهم غادي نديرو هاد السمن والثوم وهاد اللبابه ديال الليمون المعصفر مع القزبر، غنخلطو فيه مزيان اللحم مزيان، كنمرمدو في داك اللحم مزيان حتى يتشرب، ونزيدو عليه باقي المقادير. هانتوما البنات، المهم كنعتذر لان الماكينه ديال الصابون جات مع الوقيته ديال المصيب حتى هي كتعصر. المهم هذا هو هذا سميتو هذا الزعفران، كنحكو مزيان بين يدينا هكايا باش يتكسر ويولي بحال بودر هكايا. واحد القضيه البنات، ننصحكم باش ما ديروش الزيت في المره الاولانيه ملي كتبغيو ديروا اللحم، حيت الا درتو الزيت راه ديما كيكون عازل ما بين هاد البهارات وهذا الشيء مع اللحم، ما كيتشربوش وما كيجيش زوين في الطياب. يعني الاحسن هذا الشيء كاملو كتمرمدي او كتنقعي فيه هاد اللحم مزيان، يدخل فيه مزيان، من بعد حتى الاخر حتى تشوح مزيان، وهذا عاد كدير تزيدي الزيت الا بغيتي تزيدي الزيت. صافي كنزيدو، حنا درنا خلطنا بهذاك البهارات وهذا، كنرميو عليه هاد العود ديال القرفه، وكنزيدو تقريبا كاس ديال الماء غير باش يتشوح، ومن بعد عاد كنزيدو الماء اللي كافي باش يطيب. البنات ها هو البرقوق او القرافيا او الارافيا، كل واحد شنو تيقول ليها. غادي نغسلوه مزيان دابا، وغنحطو عليه شويه ديال الماء طايب ما مغلي 10 دقائق تقريبا، ومن بعد غادي نحطو على النار. المهم غادي نديروه في الماء طايب شويه 10 دقائق هكايا كي قلت لكم ما مغلي،
ملي حطو رانا غادي يعني غادي ندوزو هاد المرحله ان شاء الله. هانتوما البنات درنا فيه الماء مغلي، خلينا 10 دقائق دابا راه داز 16 دقائق، وغادي نحطوه على النار، النار تكون هاديه. من بعد غادي منين يغلي الغليه الاولانيه كنزيدو فيه القرفه وهذا والسكر باش نعسلوه، يعني غادي نديرو البرقوق معسل. هنايا البنات البرقوق او الاراسيا ملي كيولي بحال هكا كيتنفخ وكتشرب هذاك الماء تقريبا اللي فيه، هنا كنزيدو سميتو هذا مع كاين سمح ليا مع البخار ديال هذا، كنزيدو القرفة وكنزيدو السكر وكنخليو شوية كيطبخ. من بعد كاين اللي كيطفيه الماء الزهر، ما موجودش عندنا الماء الزهر ومتوفرش دابا، يعني دابا غادي نحطو هانتوما كيف لكم القرفة تقريبا معلقة عامرة معلقة صغيرة ديال القرفة، معليش الصوت ديال هداك الحلة ديال الضغط هي اللي كدير هاد الصوت أو الكوكوط، ومعلقة كبيرة ديال السكر السميدة صافي. نحركو صافي، غنخليو يغلي واحد الشويه تيجي يتعسل، ماشي زعما يغلي غير يتعسل تسمح يعني المصطلح كيبقى كيتعسل، ملي كتحسي هذاك الماء اللي كيكون هو ما دابا هانتوما الماء جاري غادي تبقاو صافي تقال ولا بحال الكراميل ولا معسل، كنعرفو بان صافي راه طاب او استوى هاد البرقوق. هادشي اللي كاين غنخل انا يعني منين يتعسل غنوري لكم ان شاء الله. هانتوما البنات ها هو هنا تعسل، هانتوما مازال ملي كيبرد هاد السيرو ولا هاد الجو ديالو كيولي ثقيل، يعني الا خلينا هكا راه غادي يتحرق. غير يبان لكم بحال هكا انا بغيت نوريكم هاد المرحله هادي بالنسبه لي ما عمر ما دارها، ماشي تسنى يبقى يتسنى فوق النار حتى وكان يتعسل، لا هي كيولي هذا ثقيل بحال هاد السيرو هكايا، غير كيبرد شويه راه كيشد فراسو، غنوريه لكم منين يشد فراسو. صافي حنا طفينا عليه وطفينا التحرى على حله الضغط، انتما يمكن كتسمعوا ما كاين الصوت ديال الصداع ديالها، غنشوفوا هذوك الحيمات واش طابوا. صافي الا كانوا طابوا غادي نديروا نحطوا الطبق ديالنا ونوريه لكم ان شاء الله هادشي اللي كاين. انتما البنات الحيمات ها هما طاهما طابوا، صافي قلت لكم ما درناش من المره الاولانيه زيت الزيتون او هذا، حتى دابا بغيتو ديروا معلقه واحده ديال زيت الزيتون او زيت المائده اللي بغيتو، وعاد ما درناش حنا الملحه لان حنا درنا شويه ديال هذيك اللبابه ديال الليمون معصفر او الحامض مصير، ودرنا السمن لانه السمن فيه الملح حتى هي، والملحه تذوقوها شويه ناقصه ولا ما ناقصاش وبتزيدوا ولا ما تزيدوش اختيار ديالكم. انا غادي نزيدو معلقه ديال زيت الزيتون، ها هي معلقه ديال زيت الزيتون صافي، تنحركوه وهذا الطبق ديالنا ها هو وجد، هذا مكان نوجدو يعني نوجدو الطبق الاخير ونطلقوا. هانتوما البنات فاش برد شتي هذاك كيكون معسل، هذاك السيرو تيتقاد، وهذا هو البرقوق. دابا غادي نحطو في الطبق فوق اللحم، خليكم معايا تشوفوا الطبق الاخير. وهذا البنات هو الطبق ديال اللحم بالبرقوق، هكا كيجي كنحطو حدا مع هاد اللوز، اللوز كنحطو في الماء طايب وكنحيدو ليه هداك القشرة، ماشي كنسلقوه غير كنحطو في الماء يكون طايب مغلي مزيان، وكنحيدو ليه هاديك القشرة وتنقليوه، تنشفوه من الماء مزيان وتنقليوه في الزيت، صافي تنوجدو بحال هكايا. هاد البرقوق ولا الأراسي كنحطو عليه هاد شوية السمسم اختياري اللي بغيتو، وهذا هو كان الطبق ديال اليوم. وقبل ما نختم ديما كنقولها لكم شكرا للدعم ديالكم تشجيعاتكم ليا،
وإلى فيديو واحد آخر إن شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم، تهلاو فيوسكم، سلام.